بالنسبة للميراث ذكرنا أن الذكور يرثون في الغالب بالتعصيب اللي هو الباقي، والنساء يرثن بالفرض اللي هو الفرض المقدر لهن. وقلنا الفروض ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض ما في غيرها. وأما بالنسبة للتعصيب وأكثر النساء يرثن أو جل النساء يرثن بالفرض، ويستثنى من ذلك المعتقة ترث بالتعصيب، والبنت والأخت مع الابن أو الأخ مع يعصبها، وكذلك البنت مع الأخت تتعصبان البنت مع الأخت. وإلا الأصل في النساء أنهن يرثن بالفرض، والرجال الأصل فيهم أنهم يرثون بالتعصيب، يعني يأخذون الباقي. قليل جدا من الرجال من يرث بالفرض. قلنا يستثنى من هذا الأخ لأم يرث بالفرض السدس، والزوج وهو يرث إما الربع وإما النصف، والأب والجد مع وجود الفرع الوارث. الأب والجد مع وجود الفرع الوارث بالابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن يأخذون بالفرض اللي هم الأب والجد، وقد يأخذون بالفرض والتعصيب أحيانا. لكن الشاهد من هذا أن الميراث إما أن يكون فرضا وإما أن يكون تعصيبا. والمعصب قلنا هو الذي يأخذ الباقي، المعصب هو الذي يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أهل الفروض فروضهم.